كابتن، يعني خلينا نتكلم في الصفقات. يمكن الميركاتو الاكبر في تاريخ كره السله المصريه. بالظبط، مش في الاهلي بس، ده في مصر كلها. بالظبط، اتحط لنا قرار مخصوص يعني، بيتهيألي ولا ايه عشان الصفقات دي يعني احنا ممكن نبدا بالصفقات اللي هي كانت اللي تعتبر فري. يعني محمد مصطفى هو من اولاد طبعاً النادي ومن ناشئين النادي، ولعيب هاير ما شاء الله عليه. لعلمك فرق معانا جامد، افتقدناه جدا جدا. مودي الجرحي افتقدناه جدا، الدنيا كانت صعبه، افتقدناه جدا، اتحمل يعني عليه جامد قوي. طبعا رجع بيته، يعني هو كان عقده خلاص خلص مع نادي مصر التامين ورجع بيته، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. احمد مهيب كان خلص عقده مع نادي سبورتنج. ايوه صفقه جميله. وكنت عايز، كان في حاجه لازم ارد عليها بمناسبه احمد مهيب من زمان قوي يا كابتن هيثم، ان على احدى القنوات طلع مدير نشاط رياضي في نادي سبورتنج، احدى القنوات لنادي، وقال ان احنا ماضينا مع احمد مهيب ولسه الموسم شغال ودي مش اخلاق ومش اخلاق. عايز اقول لك ان قبل ما احمد مهيب يمضي في النادي الاهلي، يعني وكنت انا كلمت عضو مجلس اداره نادي سبورتنج الدكتور كريم سرور، كلمت المدير الفني كابتن وائل بدر، كلمت المدير الاداري كابتن سامح صلاح، قلت لهم يا جماعه، لا مش استاذنتهم بس، يا جماعه لو انتوا هتجددوا المهيب احنا مش هنخش في الصفقه اساسا، عشان ما نبقاش احنا عامل ضغط عليكم من لعيب. هم قالوا مش هنقدر نجدد له، فاستاذناهم ان احنا نمضي معاه، وهم كانوا على علم بيوم الامضاء، وكان نادي سبورتنج كان في الصوره في كل حاجه. استغربت جدا على الكلام ده كابتن احمد، انت قلته لا ده فعلا حدث بالفعل، إن, ان ان لما الكلام ده اتقال على قناه معينه، انه هجوم على النادي الاهلي ان هو كده بيبوظ الفرقه او بيمضي، لا ده من خلال نادي سبورتنج. يعني احنا دايما بنسلك القنوات الشرعيه. ده بالنسبه لمهيب. بعد كده احنا عندنا احمد حمدي كان في امريكا ورجع علينا، كان عنده يعني كذا عرض، هو فضل النادي الاهلي وهو لعيب محترم، هو ممكن الناس لسه مش حاسه بوجوده. لا 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 ده مؤثر جدا طبعا، حضرتك عشان لعيب باسكت ودولي وفاهم، فممكن تعرف ادوار اللي هو بيأديها في الفرقه، بس هو لسه برضو الناس مش حاسه ان هو لسه اندمج قوي في الفرقه، بس صدقني هو خامه مبشره.